مشاهدي قناة جديد الأخبار المتنوعة، مرحبا بكم، رمضان مبارك كريم. منتجو لحوم التوازن يطلبون إجراءات لتفادي زيادة قياسية في الأسعار. حذرت الجمعية الوطنية لمنتجو لحوم التوازن من ارتفاع قياسي في الهدمان، متحدثة عن أزمة كارثية لم يسبق للقطاع أن عاشها. الجمعية ضمن بلاغ صادر عنها تحدثت عن السكتة القلبية للقطاع، موجهة دعوة إلى الحكومة للتدخل العاجل من أجل دعم المربي لكي يستمر في الإنتاج، وذلك بإعفاء الأعلاف المركبة وكل مدخلات إنتاج التوازن من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، وأيضا التدخل لدعم أثمان الذرة والصوجة عند الاستيراد إسوة بالقمح. وحذرت الهيئة ذاتها من توالي ارتفاعات قياسية في أسعار المواد الأولية، خصوصا بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مفيدة بأن أسعار الأعلاف المركبة عرفت ارتفاعا قياسيا فاق 60%، الأمر الذي أدى إلى تضخم تكلفة الإنتاج بأكثر من 50%، متخطية حاجز 15 درهم للكيلوغرام الواحد في الضيعات. وأكد البلاغ أن خطورة هذه الأزمة الكارثية التي لم يسبق القطاع أن عاش مثيلا لها تتجلى في كونها جاءت والقطاع ما زال يعاني من تداعيات كوفيد-19، بل وجل المربين أصبحوا مثقلين بالديون المستعصية التي أدت ببعضهم إلى السجن، والباقون ينتظرون المصير نفسه. كما تحدثت المصادر عن الخطورة الاستثنائية للوضعية الحالية التي تهدد القطاع بالسكتة القلبية، محذرا من صعوبة ما ستؤول إليه الأمور وإمكانية الانهيار الشامل للقطاع الذي يؤمن حوالي 60% من البروتينات الحيوانية ومئات الآلاف من المناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة. وفي خبر آخر، محاكمة متورطين في آبار عشوائية. حددت غرفة الجنح العادي بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت يوم 15 مايو القادم موعدا للبدء في ملف متعلق بحفر آبار عشوائية بمجموعة من الدواوير، وتتابع النيابة العامة المختصة مجموعة من الأشخاص في هذا الملف، ضمنهم أرباب شركات للحفر، بتهمتي حفر آبار بدون ترخيص والمشاركة في حفر آبار بدون ترخيص. كما ينتظر الاستماع أيضا في هذه القضية إلى بعض المتدخلين الذين لهم صلة مباشرة للموضوع داخل نفوذ القيادة، وجاءت متابعة المشتبه فيهم في عملية الحفر غير القانونية للآبار بعد محضر معاينة قامت به مصالح الحوض المائي لسوس ماسة وقفت فيه على الآبار المعنية وعمقها وقيمة الغرامة الواجب أداؤها، وذلك على إثر الشكاية تقدمت بها جمعية حماية البيئة تولى الجرار لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط. كانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت قد فتحت تحقيقاتها الأولية في ملف متعلق بحفر الآبار داخل النفوذ الترابي لجامعة رقاق دولة جرار دون الحصول على التراخيص القانونية خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاربة فيروس كورونا المستجد. ويأتي البحث الذي باشرته مصالح الدرك الملكي وفق مصادر تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة بعد الشكاية توصل بها من جمعية حماية البيئة، التمست من خلالها أن يعطي أوامره قصد فتح تحقيق مهمة في قضية لها علاقة بحفر آبار دون ترخيص بجماعات رقاقدة بإقليم تيزنيت، الشيء الذي تسبب في تضرر كبير للفرشة المائية بالمنطقة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الجمعية أرفقت مراسلتها الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة بصور موثقة لأنشطة غير قانونية المذكورة التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية، إضافة إلى تسجيلات صوتية يؤكد خلالها أرباب شركات لحفر الآبار أنه لا جدوى للحصول على تراخيص الحوض المائي قصد مباشرة أشغال الحفر واستخراج الماء لفائدة المواطنين القاطنين بتراب الجماعات ركاكدة. يكفي فقط التفاهم مع السلطة المحلية بقيادة ولاد جرار. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.
يمكنكم أيضا تصفح قائمتي في ديوات القناة لاكتشاف المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.